كلمتين خفاف مع حمزة. نهاركم زين، نهاركم سعادة وفيتامين. يتوغل الاكتئاب ويجيك بكل هدوء في البداية، تعاني من الحاجات الصغيرة الروتينية يعني، وتراها كأنها صداع، تقول في روحك فترة وتعدي، لكن مش كيما تتصور، خطرك عالق فيها المحنة النفسية. وبعد ما تتجاهل تحب تخرج وتقول زعم المزاج يتغير، تعفس على كل مشاعرك، تخرج بالسيف عليك، تقعد مع الأصحاب والعيلة، لكن بعد مدة مش طويلة مش في حالتك الاعتيادية تبدأ تسمع شبيك يا فلان لباس، وعلى خاطرك ما عندكش خلق باش تجاوب حتى بالتعليق، تبدأ تتعود في لبس القناع اللي هو الاعتياد الاجتماعي، تتخبى وراه باش تكمل تعيش مع العالم المعبي بالبشر. لكن لهنا المشكلة تبقى، وكل نهار تبدأ معاناة جديدة، الشعور بالراحة منعدم، الحاجات الصغيرة اللي كانت تجيب في السعادة ولات ما عندهاش قيمة، حتى أبسط المهمات ولات عندها قيمة بالنسبة ليك. وعلى هذا السبب ما عندكش حافز في حياتك بالكل. اي قلي علاش باقي تستمر في المحاولة؟ مالا ما عاد فما حد شي يخليك تحس بالسعادة، كل هاتي الأفكار تخليك تحس بالأساء وتولي عالق في دائرة مفرغة، فجأة تولي حياتك تتباطأ حركتها كأنك قاعد تتفرج في فيديو سلو موشن عمل لأقصى درجة، وحياتك وليت متشابهة ولونها رمادي، ما فما حد شي يشجعك باش تعيش فيها، احتقار الذات، انعدام الطموح والأمل، العصبية، الضجر، الوهن، الكلها تولي غير محتملة. في النهاية تدرك انك ما تنجمش تكمل وتولي قدام خيارين، اما تقرر طلب المساعدة او تولي صفحة مطوية. كلمتين خفاف مع حمزة.